السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جبت تعبانه النهارده. تتكلم منين يا بقى؟ معلومه خلاص لازم اشوف دكتور فوناتكس يظبطني بخارج الحروف عشان بعطل باجي في النص اقطع. يا جماعه التحدي بتاع النهارده عملنا زيه في قناه اماني، بس كان الفرق ان اماني ان انا كنت قاعده هنا وان احنا بنشوف من انا ولبنى يعني مين اللي يعرف اماني اكتر بالزبط. لكن المره دي انا واماني هنشوف من اللي يعرف لبنى اكتر بالظبط. ايه بقى اللي مش هيعرف هيتعاقب ايه؟ مفيش عقاب. مش عقاب خلاص خلاص. اللي برضه كانت هناك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الناس اللي اول مره تشوفنا، الناس اللي اول مره تشوفنا تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل 20,000 لايك عشان نعمل لكم فيديوهات كتير قوي 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 احلى فانز في الدنيا. وما تنسوش تيجوا عندي وتشوفوا الفيديوهات اللي انا بعملها. كل واحد بيتكلم عن حاله وعندي برضه. ويلا بقى ماكوش بقى يلا بقى مش على الفيديو. نوصل لبنى ال 2 مليون مشترك ويلا بقى نبدا الفيديو. يلا يا لبنى اسالي. يلا انتوا يا جماعه طب احنا ما قلناش للناس تحدي ايه؟ يا جماعه التحدي ده مين اللي يعرف لبنى اكتر؟ لبنى هتقول سؤال وانا انا هكتب السؤال بيه. هكتب الاجابه بتاعت سؤالي هنا ونشوف. يعني كل واحد عارف اديها 100 قلم على وشها. ماشي يلا. مين بص بقى مين اللي بحبكوا قوي؟ انا اللي هسال. بحبكوا قوي يا جماعه. كمان بيموتوا فيكي بجد. عايز تسحبوا كده بقى. نسيب بقى اللي في ايدينا ونسيب الدنيا كلها ونشوف الحب اللي عمالة بتحبه. بحبكوا يا جماعه. يلا يا ستي يلا. طب انت ما بتسالنيش اصلا. انا بفكر في السؤال. انت الاول ايه اكتر رقم بحبه؟ لا باسئله غبيه. لا هو هي دي اسئلتش. معلش انا صاحبتي عارفه عني كل حاجه. فيك احلام كذابك دلوقتي مجاوبه لهلب 2 مليون. اكتبوا وتوقعوا وتخمنوا. ها 6 4 6. برافو يا اميره. عرفتي ازاي؟ وربنا كده تلعب. ده اول سؤال مش عارفاني فيه بتتوقعي. ماشي طيب هقول لكم على حاجه. اعملي جنب قولي. اكتر كفته. اكتر صباح كفته بحبه. استنى اكتر لون ورده بحبه. تغبيه قوي انت والله. استنى بس انا هفاجئهم دلوقتي. البنفسجي. هي قالت بكلاتي البنفسجي. لا بحب بقى الورد الموفي اللي هو الدرجه اللي اقل من البنفسجي شويه. لا ده هي كده عايزه تخسرنا. ايوه انا بحب الورد البنفسجي. ان هي بس خلاص كده انا قلت. ايوه انا بحب البنفسجي بس قلت ان هم هيفكروا ان انا لخبطت. طب اصبروا. يلا ايه ده انتوا عارفين عني كل حاجه؟ لازم اشوف لكم حاجه ما تعرفوهاش. دي لزوزه. بحبكم. بحبكم. ايه اكتر حاجه بحبها في الميك اب؟ فاونديشن. بتاع اللي بيصغر المناخير ده عشان المناخير الكبيره. ايه حيوان ده غلط. يلا اكتبي يا بنت. اكتبوا معرفش. فاونديشن. لا دي تحبي بتاعت الحاجه مش هتحطي كتير. اسمه ايه؟ مسكرة؟ يا حبيبتي يا احلام انا قاعده وسط واخدين. لا انتوا بتسالوا بعض. انتوا بتسالوني ما تكتبوا. بتحط هنا ده اللي هو بيغير اللون بتاعنا مش التاني. هو في ايه يا جماعه؟ اكتبي بلاشر. روج. بلاشر. انا لا عمري حطيت بلاشر ولا بحب الروج اصلا. عمري شفتوني حاطه. انا بحب الكحل اكتر حاجه هو. ايوه صح. غباوه. ايوه صح والله عارفه. يا حبيبتي يا حلام ينتعج بالسلامه. احنا دي درد. اول سؤال غلط. ايوه ما انا انا بعد كده خليكم تجاوبوا على كل الاسئله غلط. لبنى جايه تنتقم مننا بما انها ما عرفتش. طبعا ما عرفتنيش ولا عارفه اي حاجه عني وخسرت في الفيديو بتاعي ف جايه تنتقم مني. ايه اكتر فاكهه بحبها؟ ايه اكتر فاكهه حاجه نفسك تطلع؟ انا عارفه. الخوخ. خوخ. ايه ده انا الناس كلها عارفه اسراري ولا ايه؟ انا ما عنديش خصوصيه. ايوه اكتر فاكهه بحبها الخوخ. شاطرين. لا تعرف ان انت اختنا واحنا مش اخواتك. ايوه صح.
صح. بس والله اوريهم الشات اللي انت كنت بعتلي فيه من 13 سنه. اه والله لا نتكلم. مستني استني يا جماعه، لبنى امبارح كانت بتقلب في الفيس وكده، فلقيت شاتني وبينها من 2013 وانا كنت بقول كانت اميره في الوقت ده بقى عندها كام سنه؟ 11 سنه. كان عندي 12. 11 12 والله 11 وربنا. المهم يعني كنت بقول لها كنت مش عارفه ازاي اصلا كنت بديها اهميه لدرجه ان انا ارد عليها اساسا. مش عارفه كنت سالت عدت كام مسج كده ما ردتش عليا، فبسالها الصبح بقول انت كنت ليه بترد عليا ليه. المهم يعني كنت بقول لها هاي، كنت مسميه الاكونت بالعربي والتاني حتى كذاب. يا جماعه احنا لبنى قاعده عندنا كده 24 ساعه بقى لها كتير. طب يلا يلا نبقى اقول لكم القصه بتاعتنا احنا ولبنى في فيديو تاني. المهم كملي السؤال الخامس. يلا يلا بحبكم. لا حسنا انا بستبد السؤال من بشكم. بحبكم يا جماعه. اصبري بقى استني يا حبيبتي يا حب. ماشي ايه دي مش هتعرفوها. ايه هي قولي ايه اكتر اغنيه بحبها؟ حبيبي وانا مالي بحبك. ايه ده ايه الاغنيه دي؟ الاغنيه بتاعت جاز ولو. لا لا بحبها بس مش هادي. الاغنيه المفضله لدي ايه؟ خلاص 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 خلاص. ايه هي يا قلبي؟ هو انا بقول لك يعني ايه ده خليكي قلب قد تحدي؟ لا قصدكم؟ لا اللي كنت هي اكيد حاجه لام كلثوم قديمه بقى وكده قصدك ولا ايه؟ خلصت. مش عارفه الصراحه. اكتبي بقى تكتبي عادي. ما انا ما بحبش الاغاني اللي انتوا بتحبوها دي. طب اكتبي اي اي لا ما اعرفش. اكيد ده حاجه لام كلثوم. لا اكيد مش حاجه لام كلثوم. لبنى يعني هتحب الحاجه لام كلثوم؟ اه طبعا. اسمع لها يا احلام. طب خلصي. طيب اكتبي. ما اعرفش والله. اكتبي ما اعرفش. ما اعرفش. ها يا منتصف القلوب. يعني منتصف القلوب لسه طالعه اول امبارح. هحبها. انا بحب اغنيه يا ابن ادم بتاعت بهاء سلطان. لو احلام موجوده كانت هتقول لكم عليها. ما سمعتهاش قبل كده اصلا. ايه ده بتاع إيه يا ابن ادم رميت نفسك كتير على اللي عايز نقدر نعمل الناس بالاشتراك كنت على اللي تملت من على اللي بيوهم. طب يلا السؤال السادس. كل اللي تقول ده خير لي هو ده اللي ضيع. يا جماعه راح حاول القلب مال يا كل بس معاك. يلا اللي عجبه صوتي يضغط لايك عشان العب لكم اغنيه جديده. فيديو كليب كل فيديو كليب اجيب اميره فيها اعذبها. طيب يلا يا جماعه احنا الفيديو ده عاملينه ورا الفيديو على طول اللي احنا كنا عاملينه اللي هو هينزل وده هينزل بعدين. يلا يلا اكتر حاجه بخاف منها. اكتر حاجه بخاف منها الصراصير. انت بتعدي صوتك هو ده بتخافي ليه؟ دي حاجه معروفه. ما هي عارفه يا صراصير. غلط الكلب. بتخاف من الكلب؟ لا 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 والله اكتر حاجه بتخاف منها الصرصار. ايوه لا انا بخاف من الكلب. الكلب الصرصار والله بخاف من الكلب. ده انا بخاف من الكلب برضه. بس احنا بنخاف من الفقر. طب يلا 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 الكلب. انتوا كده ايه؟ سبعه. احسبوا لنفسكم كام؟ ثلاثه صح ثلاثه غلط. ثواني. طيب استنى استنى ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في قناتي وقناه اميره وشوفوا الفيديوهات اللي انا بنزلها. البنات اللي مقتدين تعالوا شوفوا. جاتو بحبها اللي فيها قهوه. ايوه اللي فيها قهوه اكيد. يعني على فكره انا شفتكم نسيت. لا لا انا عارفه. اكتبوا اكتبوا اكتبوا. استني. عمري ما تخيلت ان انا هيبقى لي حد في الدنيا غير احلام ودي الحقيقه. الريد فيلفت كراميل اكتر حاجه بحبها الملفيه. يلا اكتبوا النص. على فكره انت تحس انها بتخسرني. أيوة لا انا ما بخسركوش دي الحقيقه. ماشي يلا يلا اخر سؤالين كده كده. 8 فاضل سؤالين. اصبروا بقى. بحبكم. ما تقولي. طيب نفكر قبل ما تكتبي. الذكاء عبد لبنى. طار المريخ. اكتر براند لبس بحبه. يا دي النيلة. زارا ولا بريشكا ولا إلسي؟ بس بريشكا. اتش اندم. ما تكتبي. لا ما فيش حاجة اسمها كده. اكتب زارا. بريشكا. يا زارا بتكتب ازاي؟ زارا بالظبط. اتش اندم. معرفش الصراحة. انت بتسألي اسئلة. برافو يا اميرة زارا. هي جت معاها بالكوفتة فاهمين؟ طب يلا اخر سؤال. لا 9 و10 لسه. ايه ده والله؟ 9 يا ملطشتني. ده في ايه؟
بحبه. لما بروح الشمال غرب غابات الاستوائية تفتكروا لو طلعني سرتعوني البحر المقتول هاكل رجله الورك ولا السد؟ السد الورك السد لغة الورك السد لا وديني شمال شحيح بحب السد تحب السد في الفراخ ايه انا بحب السد في السرتعون لا احنا بنقول لا احنا قلنا على الحاجات اللي انت بتحبيها عامه بس انا عمري ما دوست على والدتي بالسرتعون يعني لا غلط انتوا بتكتبوا ايه ده بقى خلاص هنروح السلطه كده بابا انتوا دوتوا سدر السلطعون قبل كده استغفر الله العظيم يلا والله جايه تنتقم مننا طب اصبروا اصبروا لا والله العظيم كل الحاجات اللي بقولها دي بجد حتى اسالوا احلام اه طب رقم 9 رقم يلا يا بنتي طب بفكر انا مش بس بفكر كده واخد ودي مع مخي يا دنيلا اكتر لو كان ده حب لا دي هتعرفوها اكتر 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 من كده ايه اكتر مغنيه بحبها اكتر مغنيه بتحبيها ام كلثوم ما تكتبي يا ستي انت بتساليني ها اصلا ام جاك اكتر واحده بحبها انا والله يا جماعه هم بيصدعوني هو احلام بقى ام كلثوم مش عارفه هي بتقول ايه اصلا انا جايه لك اهو في الكلام اكتر مكان بحبه في حياتي اكتر مكان بجد بحبه في حياتي يعني انا لو مخنوقه هتروح تدور عليه هناك زي فيلم سعيد رايح جاي يلا بس نكتبه المكان اللي في المانيال ده مش عارفه اسمه ايه لا لازم تعرفي ما انا معرفش اسمه انا ما رحتوش قبل كده انا معرفش انت بتحبي لازم تعرفيه هو ايه لا حول ولا قوه الا بالله لا انا هو مكان في المانيا لا انا ماليش دعوه إيه. ماليش دعوه لازم تعرفي الاسم استنى هقول لك والله انا فاكره كده اميره راحته معاكي مره لكن انا ما رحتوش لا بس انا عشان انت تروحيش معاها لا بس هي كانت قايله لي يا جماعه هي كانت في مكان في المانيا اللي هي بتحبه بتروح تحب بتروح تحب بتقعد هناك لوحدها كده ولما تكون متضايقه بترفع نفسها كده خلاص خلاص نلغي السؤال ده ما انا مش عارفه المكان اسمه هو متحف ام كلثوم صدقني جالك الكلام خليك تكتبيها خلاص هكتب لك اهو اكتر بحبك استني بس استني هجيب لك حاجه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب يا جماعه والكومنتات اكتبوا لنا اسئله عايزين تعرفوها عن لبنى واحنا هنعمل 41 لا لا مش الدرجات 40 بس مصر دي 38 انت يا مالك يا بني بتبصي لي كده حاسه كده تنقضي عليا انا متضايقه منك الصراحه هو المفروض ان اصبر 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 اكتر نوع بسكوت بحبه استنى عارفه والله اللي هو بيدور ده اللي هو لسه كنا جايبينه من فتره مع بعض بسكوت المدور شكل القرد استنى 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 والله انا عارفه برده انت اللي هي جابت منه علبه ده لازم تعرفوا اسمه طب ما عشان تعرفوا منه بقى طب اطلعي اللي هو البسكوت اللي طب ما احنا عارفين هو البسكوت اللي هو اللي اسمه ايه البسكوت اللي هو مش عارف اسمه بس هو انا عارف شكله شكله ايه حبيبي شكله كده مربع كده شاتو؟ لا مش مربع شاتو لا لا, لا دي احلى لا مربع كده ومكتوب عليه كده بجد يلا ها اكتر نوع بسكوت بحبه لمبوطه لا هي حاجه بالعجوه بس مش عارفه ايه هي لا لا مش اللي بالعجوه هي بقتش تاكل بالعجوه ده لا باكله بحبه برده بس في نوع بحبه اكتر يعني في ايه يا جماعه ماشي اللي هو المدور الشوكولاته ده اسمه ايه لا مش عارفه اسمه الصراحه اكتبه اكتبي بقى اي اسم جبتيه اللي بالاوريو طيب اكتبي اللي بالاوريو بسكوت بالاوريو مش عارفه الصراحه طب ما عرفوش دايجست هو ده ماليش فيه يلا يلا نحسب مين يعرفني اكتر عشان انا ما شاء الله 2 من 10 ما شاء الله ايه ده انت عارفاني اكتر ما انا عارفاها ها 1 2 3 4 4 2 من 10 2 معني والله كنا في بعض جدا يعني والامتنان والاحترام لاحلام ما يلف السنين والله بقى في حاجات كتير قوي يا جماعه لا خلاص احنا ناخد من الفيديو ده عبره وحكمة وموعظة ملموسة ان احنا في فراغ الحظر ممكن نقعد نكتشف بعضها اكتر
فبنعرف حاجات عن بقى ايه ادب يا جماعه. عملت فيديو عن الموضوع ده احنا قاعدين نعمل ايه في الحظر وانت بتروح تشوف. احنا بعدين جايبين ورق بنشخبط فيه عشان احنا ايه. لا هي دي مش الحقيقه يعني. الحقيقه ان احنا دلوقتي في الحظر قاعدين نجيب اي حاجه ناكلها. طيب روحوا شوفوا الفيديو ده يعجبكم جدا برده. طيب بصوا يا جماعه اتمنى الفيديو يكون عجبكم. نتمنى انتوا كمان تكونوا عرفتوني. يا جماعه اكتبوا لنا في الكومنتات ايه اكتر فيديو عايزين نعمله وهاشتاج توصيل لبنى. غلط اكتبوا لنا في الكومنتات عايزين تعرفوا ايه عننا واسئله واحنا هنطلع نعملها لكم فيديو. وهاشتاج بقى كتير 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 وصل لبنى 2 مليون مشترك. ربنا يخليكوا يا حبايبي. ميرسي باي. لا هي بس هي كده خلاص. يلا يلا يا جماعه باي 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 باي.